بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وولي العهد الأمير محمد بن سلمان برقيتي تهنئة للشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح ولي العهد في دولة الكويت بمناسبة تعيينه وليا للعهد. وأعرب الملك وولي العهد عن تهنئتهم الصادقة مؤكدين عمق الروابط الأخوية والعلاقات التاريخية المتميزة بين البلدين والشعبين الشقيقين.